بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم. هذه هي المحاضرة الثالثة في السلسلة المصورة لمادة تصميم وتحليل الخوارزميات، والتي سأتناول فيها تكملة موضوع الماستر ميثود اللي بدأناه في المحاضرة المصورة السابقة، وتناولنا هناك كيس نمبر 1 وكيس نمبر 2، واليوم سأقوم بتناول كيس نمبر 3 أي الحالة رقم 3، وبعدها سأقوم بحل الواجب اللي تم تكليفكم فيه في نهاية الأسبوع الماضي. أرجو المتابعة والتركيز، وأتمنى لكم كل التوفيق.